مامتي ما هيجيش. كل مره نقول لك جيش كلمه تهزي ساكوك تمي يجي عند امك تخلينا نقلبوا عليك بحال دري صغار. ما نكتبش عليك يا حجاج، انا عييت وليت كنحس براسي فديك الدار مخنوقه، عييت بالحكام. شو اللي كيحكم لك خديجه؟ وشكون من غيرها؟ انا مبقيتش عارفه راسي واش مجوجه بك ولا مجوجه بها. صافي بركه لنا من هاد الهضره زينب، عينا يلا رجعي ما يردوا تكون انت هي مولات ريا في الشوار.